الإخبارية العراقية، أحييكم في نشرة أخبار كورونا إلى أبرز عناوينها. ديالى تسجل ارتفاعا ملحوظا بإصابات كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة. إغلاق بعض مراكز الحجر الصحي في محافظة ميسان بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا. بريطانيا تعلن توزيع لقاح كورونا مطلع الشهر المقبل، وأمريكا تستعد لتوزيعه بالمجان. أحييكم في تفاصيل نشرتنا. أعلنت دائرة محافظة ديالى تسجيل ارتفاع كبير بإصابات فيروس كورونا مقابل حالة الشفاء الجديدة خلال الساعة 24 الماضية. وقال مدير إعلام صحة المحافظة فارس العزاوي إن صحة ديالى أجرت فحوصات مختبرية ل 626 مسحة جديدة تبين إصابة 193 شخصا بفيروس كورونا، بينهم 21 من الملاكات الصحية. وأضاف العزاوي أن 59 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ناجمة عن الفيروس. إعادة إعمار وتأهيل واسعة في مستشفى الفرات تشمل قسم الطوارئ وردهة إنعاش الرئة وتجهيز المستشفى بمصاعد للمرضى، إضافة إلى استحداث أقسام جديدة للسيطرة على أعداد المصابين بفيروس كورونا، فيما أكدت الملاكات الطبية توفر جميع الأدوية المضادة للفيروس. بناء وإعمار في مستشفى الفرات العام، لا سيما استحداث أقسام إنعاش الرئة والطوارئ الجديد الذي يستقبل المصابين المحالين من المستشفيات الأخرى بغية خفض أعداد المرضى من النساء والأطفال. مستشفى الفرات في طور إعادة تأهيل وإعادة إعمار واسعة جدا، تشمل إعادة تأهيل الطوارئ وردهة إنعاش الرئة وتجهيز المستشفى في مصعد حسب الضوابط العالميه الحديثه، يعني جميع الاجهزه، اجهزه التنفس، الادويه اللي تقريبا حسب البروتوكولات العالميه جميعها متوفره داخل المستشفى. نعم. ويعد مستشفى الفرات من بين اول المشافي التي هيئت لاستقبال المصابين بجائحه كورونا منذ تفشيها، اذ تسهم الملاكات الطبيه والتمريضيه والاداريه في تقديم الخدمه العلاجيه كل ما هو جديد من بروتوكول علاجي. متوفرة كافة الاحتياجات من الأدوية الخاصة بمرض كورونا، مثل أدوية الرامدسفير، أكتمرا، فيبرافير، وكذلك الأدوية الأخرى. احنا مستشفانا طبعا هي المستشفى الأولى اللي استقبلت المصابين بفيروس كورونا، والحمد لله تبنت يعني هي العلاج المرضى من أول يوم، ويعني الحمد لله كوادرنا الطبية والصحية والتمريضية كلهم يعني يعملون على قدم وساق خطية يعني ويبذلون كل جهدهم. ويواصل العمل في المستشفيات الخاضعة لوزارة الصحة من حيث التوسعة السريرية وردهات المصابين لمواجهة الفيروس والحد منه. ارتفاع وتيرة البناء والإعمار في مستشفى الفرات مع توفير كافة الإمكانيات العلاجية والطبية الخاصة بمرضى كورونا. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا، باشرت صحة محافظة ميسان بإغلاق عدد من مراكز الحجر الصحي، فيما أكدت صحة المحافظة أن عدد الحالات الراقدة في المستشفيات بلغت أقل من 40 حالة. أعداد الراقدين في مراكز ومستشفيات الحجر الصحي بميسان بدأت تتناقص تدريجيا حتى وصلت إلى أقل من 40 حالة، وصحة المحافظة تؤكد على أهمية استمرار المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية.
بعد أن سجل الموقف الوبائي في ميسان ارتفاعا واضحا في نسب الشفاء وانخفاض معدل الإصابات خلال الفترة الماضية، فضلا عن تراجع أعداد الراقدين في مراكز ومستشفيات الحجر الصحي إلى أقل من 40 حالة فقط، مسؤولون في صحة المحافظة تحدثوا عن غلق بعض الأقسام ومراكز حجر وعلاج المصابين بهذا الوباء، مع التأكيد على أخذ الاحتياطات كافة والاستعداد لمواجهة أي موجة فيروسية جديدة. خلال هذه الفترة هناك قلة في عدد الإصابات وقلة في عدد المرضى الداخلين للمركز، حتى اضطررنا أو استطعنا أن نغلق بعض الأقسام لقلة المرضى والحمد لله. احنا حاليا في مركز كوفيد في محافظة ميسان عدد الراقدين عندنا 30، وهذا العدد ما وصلت لمحافظة ميسان نهائيا، وصلت الأعداد عندنا 200، أكثر من 200 مرت بينا أيام، يعني استعانينا بالمركز الحميات مال مستشفى الصدر، أما الآن فالانخفاض ملحوظ. وشهدت ميسان خلال الفترة الماضية افتتاح عددا من المراكز والأقسام والمشافي في مركز المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا ولاستقبال وعلاج المصابين بهذا الوباء الذي سجل انخفاضا ملحوظا في الموقف الوبائي اليومي. الشكر لله، الحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى عز وجل، وفضل أمي يرجع لأبناء محافظة ميسان بالتزامهم التزامهم الصحي. الحمد لله قلت الإصابات هنا في مستشفى كوفي 19، يعني إصابات كانت يعني أعداد يعني كلش هائلة، يعني بال 400 300 250 هسه الحمد لله 18 17، يعني ما يعني الحمد لله بالتزامهم، يعني شكر لله. سيل البديري، العراقية الإخبارية، ميسان. حسين البديري مراسل العراقية الإخبارية ينضم إلينا الآن من محافظة ميسان. حسين، ما يقارب أقل من 40 حالة، ما هي المراكز التي تم إغلاقها؟ ونسأل هل عادت هذه المستشفيات إلى استقبال المرضى الاعتيادين؟ نعم، تحية طيبة. بداية سنتحدث عن الموقف الوبائي المسجل يوميا في محافظة ميسان. خلال الفترة الماضية بدأ انخفاض كبير في عدد الإصابات وارتفاع نسب التعافي أو الشفاء. المهم في الأمر هو أن عدد الراقدين في مستشفيات الحجر الصحي بميسان قد انخفض في الآونة الأخيرة إلى أقل من 40 حالة موجبة، ما دعا المسؤولين أو المسؤولون الصحيون في المحافظة إلى غلق بعض هذه الأقسام، ومن أبرز هذه الأقسام هو مستشفى أو الوحدة الخاصة في مستشفى الطفل والولادة، أو ما تسمى أيضا في مستشفى صدر التعليمي مركز الحميات. انتفت الحاجة إلى مركز الحميات لحجر وعلاج المصابين، وبالتالي فإن هناك أيضا فيما لو استمر هذا الانخفاض خلال الأيام المقبلة ستغلق وحدات جديدة. لدينا هناك 4 مراكز أو 5 مراكز صحية قد تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، من ضمنها مستشفى الشفاء التابع للحتبة الحسينية، وأيضا مركز الحميات في مستشفى الصدر، وأيضا مستشفى الطفل والولادة الذي يسع له 350 سرير. بالتالي هذا الانخفاض الكبير انتفت الحاجة إلى فتح مراكز جديدة، لكن صحة ميسان تؤكد على استعدادها كافة مراكزها الطبية المنتشرة في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، وهي مستعدة تماما لاستقبال لا سمح الله أي موجة فيروسية جديدة قد تضرب المحافظة أو البلاد. نعم. حسين، هذه المستشفيات التي كانت سابقا تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا، هل عادت من جديد استقبال المرضى الاعتيادين؟ نعم، بطبيعة الحال لو تحدثنا قليلا عن أعداد المراجعين في مستشفى كوفيد 19 أو المركز الرئيسي لحجر وعلاج المصابين، كان يستقبل بالنسبة لفيروس كورونا كان يستقبل أكثر من 300 إلى 400 مراجع يوميا. الآن انخفضت أعداد المراجعين بنسبة يعني ما فوق 50 أو 60%، أعداد المراجعين تتجاوز يعني 60 إلى 50 مراجع يوميا. أما ما يخص أعمال أو العمل الطبيعي لهذه الوحدات الطبية لم تعود إلى مراجعة عملها الطبيعي السابق، لأن هذه المراكز خصصت لحجر وعلاج المصابين، وإن المواجهة مع فيروس كورونا لم تنتهي بعد، فلهذا هناك استعدادات تامة من قبل صحة ميسان ومهيئة
أما ما يخص الحالات الطبيعية هناك لدينا مستشفى الصدر التعليمي فيه أقسام خاصة للعمليات الجراحية، لدينا مركز للسرطان خاص، لدينا أيضا مركز تخصصي في القلب، لدينا مراكز كثيرة هي تستقبل يوميا العشرات من المراجعين والمرضى. أما هذه الأقسام التي تم إغلاقها فهي بالتأكيد خصصت لفيروس كورونا، وبالتالي فهي ما زالت باقية، لكن ستخفف هذه على الملكات الطبية العاملة في هذه الوحدات، مع تأكيد صحة ميسان على أنها مستعدة ومهيئة، وهذه الأماكن ستستقبل لا سمح الله في حالة زيادة الإصابات كل المراجعين أو المصابين بهذا الوباء. نعم حسين، إلى ماذا يعزى هذا الانخفاض في الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة؟ يعني هل هو التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أم السلطات هناك تفرض إجراءات أكثر حزما؟ نعم بالتأكيد، يعني تحذيرات منظمة الصحة العالمية قالت أن الفيروس أو هذا الوباء ينتقل عن طريق الملامسة، هذه النقطة الأولى. نعم. النقطة الثانية قالت ينتقل عن طريق ثلاثة متقاربة. نحن نتحدث عن عدم ارتداء الكمامة، ولكن نتحدث عن أنه هناك التزام من قبل المواطن الميساني بعدم التلامس. لدينا مثلا لاحظنا وشخصنا أن المناسبات الاجتماعية، الأعراس ولا حتى مجالس العزاء، هناك يعني لم يكن هناك تلامس، لم يكن هناك سلام، لم يكن هناك مصافحة، وأيضا هناك التزام بالمسافة الأمان المتر أو النصف متر. المسؤولون الصحيون في ميسان عزوا أن هذا الالتزام من قبل المواطن الميساني بهاتين النقطتين قد أدى إلى انخفاض الإصابات في ميسان، وأيضا يعزوه إلى الإجراءات الصحية والسياسة الصحية الناجحة المتبعة من قبل صحة ميسان والعلاج البروتوكولي. نسبة الشفاء ترتفع بالمقارنة مع نسبة أعداد المصابين. مراسل العراقية الإخبارية من ميسان حسين البديري، شكرا جزيلا لك. عدم التزام بعض أصحاب المركبات والمواطنين بقرارات خلية الأزمة في محافظة الديوانية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي سبب انتشارا كبيرا لفيروس كورونا. قرارات وأجراءات اتخذتها خلية الأزمة للحد من انتشار فيروس كورونا، غير أن بعض أصحاب مركبات الأجرة والنقل العام غير ملتزمين بتلك القرارات. أكثر من شخص راح يصعد للمركبة، إذا ما ملتزم سائق التاكسي فسائق التاكسي راح يكون هو عرضة لنقل الفيروس. طبعا على حياتي وعلى عائلتي وعلى الناس كلها وعلى أصدقائي وعلى أقربائك، يا اللي لاقيك هو إلى موب بيك وبايات تلاقي يسوي بي وباء. تنصح نفسك والآخرين؟ والله المفروض الوقاية، الوقاية خير من العلاج. اتباع طرق الوقاية الصحية والالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي من أهم الطرق للحفاظ على صحة الفرد، وهذا لم يلتزم به الركاب وسائقي سيارات مركبات الأجرة على حد سواء. بعض ما ملتزم، فأحنا نقولهم التزم أنه أفضل إليك ولعائلتك ولجهالك أطفالك يعني والناس كبارك وما تحمل هذا المرض، نوصيهم بأن هي الكمامة مو صعبة يعني. التاكسيات يعني نخلي أول مرة المعيار الأول هو صحة الناس والنجاة أو التخلص من الوباء، هذا الهدف الأساسي، والأمور الأخرى الاقتصادية ممكن التعاون بها، ممكن أن يتجاوز إنسان، ممكن أن يصبر عليها. عدم التزام بعض أصحاب مركبات الأجرة بقرارات خلية الأزمة قد يتسبب بانتشار فيروس كورونا ويصيب أكبر عدد من المواطنين بالوباء. أمين محمد، الهلالية العراقية الإخبارية، الديوانية. مزيد ينضم معنا عضو خلية الأزمة في الديوانية الدكتور علي باسم. دكتور علي أهلا بك، هل من إجراءات فرضتها خلية الأزمة في المحافظة من أجل الالتزام بإجراءات الوقاية؟ نعم، أولا السلام عليكم، مساء الخير على جميع مشاهدي قناة العراقية الفضائية. طبعا خلية الأزمة مثل ما تعرفون هي متشددة بالإجراءات الوقائية اللي تتبعها دائرة صحة الديوانية، وأيضا الخلية الأزمة اللجنة العليا لخلية الأزمة متمثلة بالسيد المحافظ الشيخ زهير الشعلان. نحن الآن مستمرين من بداية أزمة كورونا ولحد هذه اللحظة احنا كخلية أزمة ملتزمين باتباع وأيضا بإرشادات الوقائية والصحية بالخاصة ضد مرض كورونا أو للتصدي لهذه الجائحة اللي سببت أكثر الإصابات وسببت بعض الوفيات في المحافظة. نعم
نعم دكتور علي، يعني في حال ارتفعت الإصابات لا سمح الله، يعني هل ستكون هناك إجراءات وقائية جديدة؟ نعم، احنا طبعا كدائرة صحة الديوانية وايضا كخلية أزمة متبعين كافة التدابير ومتخذين كافة الإجراءات الاحترازية لارتفاع اي إصابات بحالات كوفيد 19. طبعا هذا اتخاذ الإجراءات احنا بمواكبة مع عدد الإصابات اليومية، يعني احنا الآن لحد قبل يومين او لحد يوم امس سجلت دائرة صحة الديوانية 62 إصابة، بالنسبة يعني تقريبا حوالي 45% إلى 50%، باعتبار أنه تم فحص حوالي 125 أو 130 نموذج، من عدها طلعان 62 إصابة. هذا مؤشر أنه حوالي نسبة الإصابات هسه من 45% إلى 50%. هذا مؤشر يؤشر إلى أنه حاليا أكو ارتفاع خلال هذه الأيام في ارتفاع في درجات في عفوا بعدد الإصابات. احنا اليوم لازم نكون متأهبين لهذا عدد ارتفاع الإصابات، لازم احنا نتخذ الإجراءات الوقائية بهذا الصدد. على المواطن أيضا الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأنه المواطن هو أساس ارتفاع الإصابات أو انخفاض عدد الإصابات. يعني احنا اليوم ندعو المواطنين الكرام إلى اتباع الإجراءات الوقائية، الإجراءات الاحترازية. نعم. اللي احنا حاليا مقبلين على فصل الشتاء واكو انخفاض في درجات الحراره. هنا اليوم ايضا دعوه من قناه العراقيه الفضائيه الى جميع المواطنين الى مراجعه المراكز الصحيه اذا كان هناك اي طارئ او اي شيء صحي او اي حاله مرضيه، يراجع مركز صحي، يراجع المؤسسه الصحيه او المستشفى لاخذ التدابير والاتخاذ الاجراءات الصحيه بحقه. دكتور علي، لو نسال عن المستلزمات الطبيه لعلاج كورونا في المحافظه، يعني هذه المستلزمات هل تعاني نقص؟ الحمد لله دائرة صحة الديوانية مهيئة بكافة التدابير وكافة المستلزمات لعلاج أمراض كورونا كوفيد 19. الحمد لله احنا مسيطرين حاليا، حالات الشفاء وصلت في محافظة الديوانية الى 15,943 حالة شفاء، مقارنة بعدد الاصابات الكلية من بداية جائحة كورونا ولحد الان اللي هي بالغ عددها 16,889. يعني الحمد لله العدد مقارب حالات الشفاء بالنسبة الى حالات الاصابات الكلية. للأسف سجلت محافظة الديوانية حالات الوفاة وهي عددها 389. نعم. وهذه الحالات هي أغلبها لناس كانوا يعانون من أمراض مزمنة وحالات خطرة كانت. نعم. نعم دكتور علي باسم عضو خلية الأزمة في محافظة الديوانية، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به.